السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة مطبخ التيفي مع أملال. اليوم نشارك معكم عصير منعش وصحي واقتصادي في نفس الوقت، وفي الأخير العصير غادي نزيد لي واحد المكون اللي غادي يزيد لي اللذة والمذاق. فابقوا معايا من الأول حتى الأخر باش ينجح لينا هذا العصير. نحتاج جوج برتقالات، نقطعوهم نلقاوهم بعدا وغادي نقطعوهم طريفات ونعملوهم في الخلاط. نضيفو ليهم جوج تفاحات كذلك، غادي نلقيوهم ونقطعوهم طريفات ونزيدوهم في الخلاط ديالنا. هنا غادي نضيف معلقه ديال العسل، انا ما عندكش العسل موجود، ممكن تضيفي معلقه ولا جوج معالق ديال سكر حبيبات. وضفت واحد السيترو ديال الماء وغنديوه نعصروه ونطحنوه. هنا بعد ما طحنا غادي نجيب واحد الاناء ونديرو الصفاية وغادي نصفيو هداك العصير ديالنا. بعد ما صفينا غادي نردو ديك الباقية الخلاط الكاس ديال الخلاط وغادي نزيدو معاه جوج كيسان الماء تقريبا نسيطرو ونعاودو نطحنوه. نعاودو نصفيه مرة أخرى. صافي، بعد ما صفيناه غادي نكبو الخليط ديالك العصير ديالنا في الكاس ديال الخلاط وغنضيفو ليه واحد العلبة ديال دانون أو الزبادي بالنكهة اللي بغيتو. فأنا هنا عملت النكهة ديال الموز البنان، البنان والتفاح والليمون، غادي تجي نكهة زوينة. صافي، هذا هو العصير ديالنا، كيبان اقتصادي وحنا غنخويه في الكيسان وبالصحة والراحة. وشكرا على المشاهدة، إلى فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This one.